سنة خامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي جبت لكم وضعية إجمالية، يعني طلبت مني ندير لكم الحيوانات البرية. اليوم حنديرو حنتعرفوا على لوليو. لوليو هو الأسد ملك الغابة. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، ما تنسوش تدعموني بإعجابكم، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط زر الاشتراك اللي راهي موجودة أسفل الفيديو، ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. هاي نبدأ مع بعض. هنتعرفوا اليوم، قلت لكم اعزائي التلاميذ، في وصف حيوان في وضعية اول خطوة قلت لكم باش توصفوا حيوان هي تقولوا بلي هذا الحيوان سيتانا اللي ما تعرفوه تذكروا بلي هو حيوان. ثاني حاجة تذكروا الفصيلة تاعو، يعني من الثدييات بري او الالف، يعني كل حيوان والفصيلة تاعو. وثالث حاجة هي تذكروا مكان العيش تاعو. رابع حاجة الأكل تاعو، الغذاء تاعو، وش يتعلم على وش يتغدى ولا على وش يأكل. مر مكان العيش والأكل، تروحوا توصفوه يعني هيئة تاعو، وش عنده، وش مميزات تاعو اللي يمتاز بهم ذاك الحيوان. زعما كل حيوان عنده، كما دوكا نقولوا الحمار الوحشي معروف بهذوك اللي غير تاعو، معروف بهذوك الخطوط البيضاء تاعو. زعما نقولوا لا جيراف، الزرافه معروفه برقبتها الطويله. عندنا الاسد معروف بالصوت تاعو، ومعروف بهذيك اللي كشغل جايه شابو اسمها لا كرينيير، جايه ما كشغل شفت في فرنسا ما ندوريش بزاف، هذيك هي كشغل شابو نقولوا حنا. واش تام كاين لا جيراف، لي ليون، الزير، واش كاين تام؟ عندنا بزاف حيوانات. لو شا بيمن معروف، معروف بعينيه بالصوت اللي يصدر منه اكسيتيرا. لو شيون يعني نيمبورت كان انيمال عنده الكاركتير تاعو ولا المميزات تاعو. لو ليون بيمن يمتاز، دوك نشوفو لو ليون وشنو هو. Le lion est un animal mammifère sauvage. Il vit dans la savane. Il se nourrit de la viande, donc il est carnivore. Sa longueur est entre 170 cm et 190 cm. Et son poids est de 120 kg et 250 kg. Il a une crinière marron autour du cou. Il est surnommé le roi de la forêt. Un autre, un éléphant les hommes, même bien que le chatouat ne détruit qu'on, quoi? ضفت الطول تاعو والوزن تاعو. يعني اي حيوان لو كان تعرفوا نتوما الوزن تاع هذاك الحيوان، نمد لكم حيوان سهل وتعرفوا الوزن تاعو ولا الطول تاعو اذكروه، ولا ما تعرفوش سي با دلا بينا كلا تذكروه، كتبوا لكم خطوات اللي ذكرناهم. ومن بعد مع الاخر اللي عندكم هكا اضافات، نتوما كان تعلموا تحسنوا، قراو نصوص، ترجموا الكلمات اللي ما تفهموهمش، زعما نقولوا ديروا اي حاجه طلع لكم المستوى الفكري تاعكم، يعني تولوا وتعرفوا زعما كي تشوفوا هذيك الجمله تلقاوها في راسكم اللغوي بلي تعرفت على هذيك الجمله من قبل. وبداو هكا اكسيتيرا تنمي الراسي تاعك، وتساعدك على انشاء عده نماذج، يعني تقدر تنشا اي حاجه حبيتها وتوصف اي حاجه حبيتها، يعني ابارتير يعني دو تي زانفورماسيون، يعني من المعلومات اللي اكتسبتهم تقدر تنشأ أي حاجة. عندنا لو ليون الأسد. لو ليون est un animal mammifère sauvage. هو حيوان من الثدييات mammifère et sauvage بري. Il vit dans la savane. يعيش في السافانا، نعرفو سافانا أفريقيا، نعرفو السافانا موجودة في أفريقيا. Il se nourrit de la viande. انت ياكل ولا يتغدى على اللحم، دونك لي كارنيفور، اذا هو حيوان اكل للحم كارنيفور. دوك نعطي لكم بعض المصطلحات هكا تساعدكم في وصف حيوان.
Sa longueur totale est entre 170 cm et 190 cm. C'est-à-dire le totale mais bien 120 cm, يعني متر و 70 ou 190 cm, يعني متر و 90. Et son poids est الوزن تاعو هو 2 يعني كيف كيف entre de 120 كيلو معناتها كاين كل واحد ماشي كاع الحيوانات عندهم نفس الوزن كاين اللي ماشي فيكسي يعني ماشي ثابت الوزن تاعهم كاين اللي عندهم وزن ديفيرون يعني كل واحد صغير وقالو كان لو ليون ما عندوش نفس تاع بابا يعني هذاك الشبل ما عندوش نفس الوزن تاع بابا الشبل الصغير والاسد كبير كل واحد الوزن تاعو 120 كيلو و 250 كيلو ما بين 120 كيلوغرام و 250 كيلوغرام الى اون كري مارون اوتور دو كو عنده اون كرينيا هذيك حكيت لكم عليها شغل جاية بين رقبتو دايرة كاع على رقبتو جاية فيها ريش بني اوتور دو كو يعني دائرية على رقبتو اي لي سورنومي لو روا دو لا فوري معنتها يعيطولو ولا يدعوه ملك الغابة حنايا ندعو حنا نعيطولو للأسد ملك الغابة يعني في اللغة العربية وفي اللغة الفرنسية واسمو لو روا دو لا فوري كيف كيف ملك الغابة هذو هما الطرق يعني نتوما وانتوما وحسب المعارف تاعكم قلت لكم ولا تعرفوا الطول ما تروحوش ديروا ابي بخي من راسكم لو كان تعرفوا ولا تعرفوا الطول والوزن تاع الحيوان تذكروا تدعوا لي علامه زائده اضافيه عفوا ولا ما تعرفوش ما كان له نورمال راك باش ما تغلطوش ديروا واش تعرفوا يعني اول حاجه عرفوا ذاك الحيوان ثاني حاجه ذكر الفصيلة ماشي تعرفوا يعني تذكر اول حاجه تذكر بلي هو حيوان اتاني ما توجو تستعمل هاد الاكسبرسيون لو ليون اي زعما نقولوا لانيمال هذا نذكروا الاسم ما نقولوا اي تان انيمال ما نبداو مامي فير ولا كان مامي فير سوفاج بري كان بري نقول سوفاج لو كان كان اليف قول اليف اكسيتيرا دوكا من بعد موراها نذكروا مكان العيش تاعو وين يعيش قلنا هنا الفي دون لا سافان دوكا عرفنا بلي الاسد يعيش في السافانا حتى تقدروا تقولوا بكم تعرفوا لا سافان اكتبوا الفي دون لا فوري باسكو كاين الاسد يعيشوا في الغابه ايل مونج ولا ايل سو نوري دو لا فيوند هادي كاع يعرفوها لا فيوند هي اللحم دونك الي كارنيفور اذا هو اكل اللحم اللي يستعمل عندي يعني باش نوضح لكم بلي هو اكل اللحم سالونغور اي اونتر كان 170 و 190 سنتيمتر والبوا تاع الوزن تاعو ما بين 120 و 250 كيلوغرام قلنا الى اون كرينيير مارون اوتور دو كو اي لي سورنومي لو روا دو لا فوري يعني نعطيكم احسائي التلاميذ بعض المصطلحات اللي تحتاجوها في انشاء وضعيه ادماجيه عن اي حيوان اول حاجه عندنا ماميفير ماميفير معناتها من الثدييات يعني من من الثدييات عندنا سوفاج سوفاج معناتها حيوان بري عندنا دوميستيك معناتها حيوان أليف ماميفير سوفاج دوميستيك معناتها ماميفير ثدييات سوفاج بري دوميستيك أليف عندنا كارنيفور آكل للحم للحم هيرنيفور هذه اي في او اف آكل للعشب مامي فيرم لثدييات سوفاج بري دوميستيك أليف كارنيفور آكل اللحم هيربيفور آكل العشب هذا أغلب المصطلحات اللي باش تعرفوا حيوان تستعملوهم في وصف حيوان حفظوهم هذول اللي الحب إن شاء الله تكونوا تلاميذ السنة الخامسة تبعتوا معايا فهمتوا معايا خطوة بخطوة نتلاقاو إن شاء الله في عدد جديد كما قلت لكم ولا عجبتكم الفيديو ما تنساوش الإعجابات ولا ما عجبتكمش تديروا لي ديسلايك كما توسي نتلاقى ان شاء الله في عدد جديد مع السلامه.